اشخاص مفروض عليا ان انا اشكرهم في الاونه الاخيره من حياتي. اولهم نقدر نقول سامح سالم. يعني سامح على فكره انا ما قابلتوش في الحياه كلها غير حوالي 3 4 مرات، الباقي كله تليفونات. نعرف بعض من 2014 تقريبا. سامح كان، يعني انا كنت ماسك تور ليدر الماني في الاوتيل اللي انا كنت فيه في الغردقه. في الاوتيل ده انا كنت ماسك فيه تور ليدر الماني، هو كان ماسك روسي، ويعني كنا بنروح نتكلم مع بعض شويه كده. بس سامح من نوعيه الاشخاص اللي هو ايه، لا اول ما شفتهم كده لو ان احنا نبقى اصحاب على فكره، اللي هو ايه، حد اللي هو ترتاح له من اول مره كده. وفعلا والله ما كلمناش في الدنيا كلها غير حوالي 3 4 مرات قعدنا فيهم، اتكلمنا كام مره في الاوتيل، ومره قعدنا على كافي برضو اتكلمنا شويه في كافيه. وهي دي كانت البدايات يعني من 2014. بعد كده الباقي كله كان تليفونات. ف الموضوع كله يعني الناس اللي هو الجدعان اللي انت ما بتكونش عارف ان هم موجودين في حياتك. يعني ساعات ربنا بيبعت لك كده حاجات انت ما بتكونش عارف ان الناس دي مثلا فيها خير وهي اوريدي موجوده في حياتك، وتكون فاكر الخير في ناس تانية خالص. بس احيانا كده الناس دي بتبان، بتظهر. يعني مثلا من الحاجات اللي هو واقف جنبي فيها في الفتره الاخيره، يعني انا يعني كان في شويه مطاردات كده في الفتره الاخيره من حياتي، وان انا كنت دايما بحاول ان انا اسافر البلد اللي انا حاسس ان انا مستقبلي فيها وكده، المانيا وبتاع، والامور ما ظبطتش معايا لاسباب ورقيه، يعني حاجات كده زي، يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل. ولكن فجأة لما لقيت الموضوع ما ظبطش معايا قلت خلاص، يعني انا اشوف بدائل تانية. كانت روسيا كانت من البلان بي بتاعتي يعني، ورحت السفارة الروسية. السلام عليكم، اهلا، ازيكم يا روس، ممكن اجي عندكم؟ قالوا لي تعالى، يلا اتفضل، ايه المشكلة؟ بس خلصت. فطبعا قبل ما اعمل الخطوة دي، يعني سامح عايش في سان بيترسبرج من بقاله 6 أو 7 سنين تقريبا، فهو يعرف اكتر مني، راجل متجوز انا وقاعد ومستقر يعني. فانا واحد من الناس اللي ما عنديش اخوات صبيان اكبر مني، فما فيش حد ان انا اخد منه معلومه او حد ينصحني وكده، لان طول عمري معتمد على نفسي انا الكبير. ولكن في حاجات اكبر مني في الدنيا ساعات بكون عايز اخد راي حد اكبر مني عنده معلومه او خبره فيها، يمكن ده ما يكونش موجودين في اهلي لان اهلي ناس يعني عاديين. ف انا اتصلت بسامح، يا ابني عامل ايه وبتاع وايه الاخبار، انا هعمل الخطوه دي، انت شايف ايه، رايك ايه في الموضوع ده؟ خدت رايه في الموضوع. هو طبعا انا بعتبره اخويا الكبير بصراحه، يعني جد حقيقي. فقال لي الامور ماشيه تمام والدنيا جميله وبتاع لذيذه تمام، وقعد ينصحني شويه نصايح كده. هو صراحه انا وثقت في رايه يعني، والموضوع ماشي. ولما جيت هنا بعد كده والله ما قلتش لحد، بقى انا جيت لوحدي كده. وفجاه فعرفت مثلا ان في معلومه ان في بنكين مشهورين هنا في روسيا، فاتصلت بيه افتح في انهي بنك فيهم. ما اتصلتش بيه، انا بعت له رساله يعني جيت، فلسه فاكر ان انا في مصر. ف والله بالصدفة كده بقول له لا على فكرة أنا وصلت. بيقول لي أنت جد؟ بتتكلم جد؟ قلت له أه والله أنا في موسكو دلوقتي. فما كانش يعرف، هو اتصل بيا لوحده كده، والله ما كانش يعرف إن أنا موجود، يعني أنا ما قلتش لحد أصلا. ومن بعد ما جيت، عدي يا سيدي، من بعد ما جيت بقى، ويعني أنا أحب أوي الناس اللي هي تتكلم مش عشان عايزة مني حاجة، دي الناس اللي هي تتكلم تطمن بس. والله بجد يعني من ساعه ما جيت انا ساعات اخد منه تليفونات كده، اللي هو بس بيتصل يطمن ايه اخدت على الدنيا، ايه اللي مر معاك. الناس انا بحبها جدا حقيقي. يعني احيانا فعلا ما اتقابلناش غير حوالي 3 4 مرات والباقي كله كان تليفونات. ولكن يعني سامح يعتبر افضل من ناس في حياتي انا قعدت كلت معاهم على ترابيزه واحده. يعني ساعات شوف، ساعات ما بكونش عارف الخير جالك منين او الخير فين اوريدي في حياتك دلوقتي. فيعني حد زي سامح ده، انا يعني انا من الناس اللي انا حقيقي بجد انا مبسوط ان ده من الناس اللي موجوده في حياتي، لانه يعني صاحب بجد. الناس اللي بجد دي لازم الواحد الجدعان والله فعلا يحتفظ بيها ويقدرها قوي،
يعني ده لو اي موقف صعب وعدى بيه وكلمني وانا اقدر اعمل حاجه مش هتاخر عليه اطلاقا. لو بايدي حاجه مهمه هسيبها واروح له علشان اساعده، لان الراجل ده مش الراجل ده في بينه وبينه راحه نفسيه. ناس من الصحاب بجد يعني فعلا، من ساعه ما جيت هو دايما يتكلم، هاي طب انت محتاج حاجه، معلومه عايزها، دايما اتصل يطمن. فحقيقي دول يتعدوا على الايدين دلوقتي. فبجد يعني يا عم سامح، انت مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني، ولكن فعلا صاحب جدع، اخويا الكبير، حد انا بثق فيه وبحترمه وبحبه بجد. شكرا. الشخص التاني اسامه. اسامه انا اتعرفت عليه، دايما كنت اشوف الحفلات في الغردقه، ويعني ما كانش ساعتها تربطنا صداقه قويه يعني، ودايما كنا يا دوب نتكلم اهلا ازيك عامل ايه الاخبار، وكلمنا شويه حاجات طفيفه كده. وفي مره انا في الغردقه كلمني قال لي ما تيجي تقعد معايا، تعالى نخرج مع بعض وبتاع. يعني واضح ان انت لما ارتاح نفسيا لحد انت بتكلمه لوحدك وبتشوف هو عامل ايه وكده. وانا بعد كده هو بعد ما وصلت هنا، طبعا انا كنت قايل له طبعا برضو، من يعتبر تاني واحد كلمته بعد سامح، سألته ايه الاخبار، هل الامور عندك مريحة، لان هو هنا من سنة وي، هو قبل مني هنا بسنة وي تقريبا. وبرضه خدت منه شوية نصايح حلوين، وبرضه من الناس اللي لوحده كده بص ليه بيتكلم ويطمن. سامع شخص جدع وطيب وابيض من جوه، وحد جميل كده، وحد من الناس اللي انا بصراحة بجد حبيتها جدا يعني. ولكن هو بعيد قوي. هو بعيد يعني، اذا كان سامح في بيترسبرج من هنا ساعتين، هو يعني اسامه بعد موسكو بشويه كمان، فلو عشان اروح له فيها يعني ممكن اخد مكوك فضائي. بس اكيد هشوفك واكيد هنقعد ونتكلم تاني عشان انت وحشني جدا.